أنا للصراحة بحب له، بحب الشعطة تبع مايك كتير، وبلاقيه كتير أوريجينال، وأنا بحب وقت الواحد بيعمل ايدنتيتي لحاله وما يكون بيشبه حاله ولا بيشبه حدا. بس أنا مايك بحضرت لك كم صورة هيك شلتهم من السوشيال ميديا شوي، لقيتهم أكتر شيء إكسنتريك. لا هون في كومبيتيسيون بيني وبينك، هون في كومبيتيسيون. بدك تشوفي هاي الصورة أي متى وهاي الصورة أي متى. شكلي أنا مالبتك، شكلي أنا مالبتك. اللي بعده، الصورة اللي بعده هيدا حلوة. هيدي للصراحة اللي ما فهمتها كتير، البليزر أكيد طالع منها مثل كأنه وجوه ماسكات تسقط. كان ألوان الوجوه تسقط. كان بإيفنت معين، كان بي بليلة راس. هل أنت بتروح ديب على الموضوع والهيدا تتعمل أزياء؟ لأنه ما بعطي توقعات كتير، بعطي بين 10 ل 15 توقع ليلة راس مش أكتر. يعني علاقتي مع العالم أكتر من أنه أعطي توقعات. طيب الصورة اللي بعدها هون هلا هاي البدلة عمرها تقريبا شي 8 سنين او وهيدا اللي من فوق اللي حاطه هيدا كله نحاس، كله نحاس. حسيت اكثر شيء بتشبه شوي، انا حسيت على كليوباترا ستايل، يعني الفرعون شوي. هن اللي بيختاروا، هن اللي بيختاروا. انا بعرف حالي مثلا اذا التنين عندي حلقه السبت بالليل او الاحد جيبوا لي اياه مشان ما اعدل. قد ايه بكلفوا تقريبا؟ واو كثير كثير. تحط كثير مصاري على التيب؟ اشخاص هن بلبسوني مش انا، يعني بده يعمل لي بدله لما بدي اذكر اسمه هو بده يلبسني، والبدله لإلي بالنهايه مش لحدا ثاني. بس بيرجع ببيع يعني؟ لا بدله لإلي بتبقى له. انا ما بستعير. طب شو بتعمل فيهم؟ للساعات ولا المجوهرات